في الأبر ليمز ما خدناش انتو جوين. انتو جوين سينوديا جوين. And the lower end of the humerus dystrophia. And this is the capitula. The joint membrane. The trochlea, or trochlear notch of the ulna. Trochlear notch feeds the help in our endocrine process. We put down the coronoid process. ممكن تجرب المايك؟ انا بستعمله. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اقربه؟ طيب. فهي ما بين التروبيا والتروبيا الناتش اوف الالما. وما بين الكابيتلم وما بين الهيد اوف ذا ريديس. في الايه؟ الالبو جوينت. ما بين التروبيا والكابيتلم من الموت ما بين وما بين الهيد اوف ذا ريديس. بتغطيها بالكبسول والكبسول كفرز الارتيكيريان سيرفيس. وفي تو ليجامنتس مشهورين في اللاترال كولاترال ليجامنت ده جاي من اللاترال ايبوكوندايل نها وماسك في الليجامنت اللي محوط الهيد اوف ريديس. بيسموا هذا الليجامنت اللي محوط الهيد اوف ريديس از ذا انجولار ليجامنت. لأن عندي الحلقة ده اللاترال واللاترال ليجامنت تريانجلر ليجامنت. الميديال واللاترال ليجامنت له ثلاث أجزاء أنتيريور ومن خلفه بوستيريور وفي النص ترانسفيرس. ده الميديال واللاترال ليجامنت ثلاثة بارتس. حاجة إن الألنا النار بعد ما بيعدي بيهايند الميديا إيبوكوندايل بيبقى نايم على هذا الميديا كولاترال ليجامنت. ولذلك إنجري لهذا الميديا كولاترال ليجامنت كان إنجر بالألنا النار. طبعا الريليشن قدامها فليكسورز البايسبس قدامها البراكاليس وراها الترايسبس مفيهاش اي مشكله فيهم خالص. الموفمنت فليكشن عارفين مين اللي بيعمل فليكشن ومين اللي بيعمل اكستنشن. اكستنشن مينلي للترايسبس والفليكشن معمول بالبراكاليس البايسبس بريكيوراديالس البرونيتور بير. كل ماسكين الفلكسور ماسكين في الكومن فلكسور يعملوا فليكشن. لا لكن مالي لما يحصل فيه فليكشن براكيالس نمره واحد. لما يحصل زي ما بيحصل سوباينيشن في الفور ار البايسبس نمره واحد. فالفليكشن اوف ذا البو البراكيالس هي نمره واحد مين فليكسور. الباقي بقى بيساعدوها البايسبس بتاعتها والكومن فليكسور ماسلز اللي ماسكه في الكومن فليكسور اورجن ده بالنسبة لي اللي مفيش لا ابدكشن ولا ابدكشن لان دي هنج جوينت. هنج يعني مفصلة. هنج يعني فليكشن اكستنشن بس مفيش ابدكشن مفيش ابدكشن خالص. هذه المصل معرضة للديسلوكيشن والكومن ديسلوكيشن لها
اللي هو posterior dislocation. Posterior dislocation of the joint. واحد خبط على او وقع فوق من outstretched hand الفورس اتنقل للألنا وتيجي زقه الألنا posterior وتيجي عامل لي posterior dislocation. هذا البوستيريور ديسلوكيشن لما تحصل الألنا تدخل لورا الفور ارم هيبقى شورت اصغر والاقي فيه ماس على البوستيريور اسبكت بتاع الالبو جوين لان ده الاوريجنال بروسيس اتحرك مور بوستيريور. تمام. الألنا نيرف انجري از كومن مع الالبو جوين disease سواء كان dislocation ولا fracture. لو حصل supracondylar fracture of the humerus supracondylar يعني above اللاترال والميجر epicondylar بيسموه supracondylar fracture ده common في children وبص الاقي بعد ما يلحم يبقى فيه angle يعني بدل ما هو كده هو ابص الاقي الكسر اللحم وبقت فيه انجل في ظهره. انجل لما لحم السوبر كلها فرقش لما يحصل فيه الانجل ده لاترال انجليشن لاترال يعني روح لاترال اللي هو الاند بتاعت الهيومرس روح لاترال بيسموه lateral deviation نتيجة ان اليونيون imperfect union. لما يحصل كده مين هيتشال؟ الالنر نيرف. وبعد شهر شهرين ثلاثة يحصل الالنر نيرف انجري. ده الحاجات اللي هي الكومنس في الايه؟ في النص الجوينت اللي تحتيه على طول ادي اللي هو الاند اوف الهيومرس وادي الراديوس ارتكليتنج مع الكوبيتيلان وادي اللور اند اوف ذا راديوس وادي النيك وادي الهيد اوف ذا راديوس وهنا هو الكورونال بروسيس والكوراكوليك من خلف اوف الالنا وذا لور اند اوف الالنا الهيد اوف الالنا والستايلويد بروسيس اوف الالنا وذا الستايلويد بروسيس اوف الريديوس. هبص الاقي في تو جوينت ما بين الريديوس ده وما بين الالنا واحده من فوق وواحده من تحت اللي من فوق بيسموها سوبيريور radio ulnar joint superior radio ulnar joint. هذه الجوينت ده ما بين الهيد اوف radius وفي نوتش اهو الراديال نوتش اوف ذا ulnar ما بين الهيد زائد الراديال نوتش ده الريديال نوتش ده موجود في الألنا والهيد ده الريديوس مش كده وبس ده الهيد اوف ذا ريديوس اهي وادي النوتش اهو بتاع الألنا
ابص عليه ايه ليجامنت جاي من النوتش ده اهوت ومحوط الهاد داير الداير يراجع وهكذا داير الداير محوط الهاد هذا الليجامنت دهوت عامل زي الحلقه يعني لو شفت هبص الاقي زي الحلقه في الارض والهيد جواه هذا الليجامنت يسمى الانيولار ليجامنت يبقى السوبيريت انر جوينت ما بين الهيد اوف ذا ريتس والانر نوتش وما بين الهيد اوف ذا ريتس ايضا والليجامنت ده الانيولار ليجامنت الهيد بتاع ريتس بتلف جوه الليجامنت المومنت بتاعها كده هو عشان كده هذه الجوينت بيسموها بيفوت بيفوت جوينت بيفوت زي ايه المسمار الالوز اللي هو بيلف كده اهو بيفوت لان الحركه بتاعتها تلف فعشان كده بيسموها بيفوت جوينت لو حصل ديسلوكيشن لهذا الهيد اوف الهيومرس يوجوالي في الشيلدرن وخاصة لو كان في incomplete development بتاع الهيد اوف ذا ريتس يحصل dislocation و anterior dislocation of the ريتس لما يحصل anterior dislocation او dislocation of مين اللي هيتعور؟ لان هذا الليجم تحور هذا الهيد اما تطلع من مكانها لازم تتعور ده الايه؟ السوبيريور راديو النر جوينت. الانتيريور راديو النر جوينت ده هي ما بين الهيد اوف النر وفي نوتش اهو بيسموه النر نوتش. النر نوتش اوف ذا ريديس. هذه الجوينت اللي تحت ده هي الانتيريور راديو النر جوينت. ما بين الهيد اوف ذا النر وما بين النر نوتش اوف ذا ريديس هنا كان الراديال نوتش اوف ذا النر لكن هنا عشان الهيد اوف ذا النر يتم النر نوتش اوف ذا ريديس هذه الجوينت ده هي اللي فوق ده هي متصله بالالبو جوينت كوميونيكيت وذ ذا البو جوينت وذلك لو حصل انفكشن في الالبو جوينت ممكن يحصل انفكشن في السوبيريور ريديو النر جوينت والعكس لو حصل انفكشن في السوبيريور ريديو النر جوينت يتنقل الانفكشن انتو ذا البو جوينت لان بوث كافيتيز ار كوميونيكيتنج لكن الانفيريور ريديو النر جوينت ده هي اواي فروم ذا ريست جوينت لان في الفايبروكارتي ديسك من السيلول بروسيس دي الانر نوتش الفايبروكارتيك في ديس اتاتشز للبيس بتاع السيلول بروسيس ورايح ليه هنا الانر نوتش فعشان كده بيفصل الانفيريور راديو انر جوينت من الريست جوينت عشان كده الانفيريور انر جوينت از كومبليتلي سيبريتد من الريست جوينت ما بين الراديوس والالنا في الانترفوسيوس ممبرين الانترفوسيوس ممبرين اللي ماشي عليه من قدام الانتيريور انترفوسيوس نير اوفيسنس وماشي من الخلف البوستيريور انترفوسيوس نير اند اوفيسنس السوبيريو دو انر جوينت والانفيريو دو انر جوينت دول مسؤولين الحركه بتاعتهم عن السوباينيشن والبرونيشن. السوباينيشن والبرونيشن. السوباينيشن الايد اهي والبارم فيسنج فورورد والثمب فيسنج لاترالي ده سوباينيشن. لما اجي اعمل برونيشن البرونيشن سوبريشن هيحصلوا في السوبيريور والانتيريور ريديو ادنى شعر. هبص الاقي الراديوس هي اللي هتتحرك.
الريديا سيلا هتتحرك وتشيل الهاند معاها. It carries the hand within. And then swing around the ulna. لغاية ما يحصل البرونيشن. البرونيشن هبص الاقي الباك بتاع البالم اوف ذا هاند فيسنج فورورد والصنب فيسنج ميديان. ففي البرونيشن والسوباينيشن الاكسس بتاع الروتيشن ما بين الهيد ده اهي والهيد ده اهي. ده الاكسس بتاع الروتيشن اللي يحصل فيه روتيشن. اللي هتروتيت الراديوس عشان كده الراديوس بتاعها مقوسه من هنا الشفت بتاعتها. عشان تقدر تيجي ايه؟ على السوينج على الارض. فالبوريشن هبص الاقي المومنت بتاع الريديوس اتكارز ذا هاند معاها وهي اللي بتلف حوالين الارنا والارنا ريلاتيفلي فيكسد والاكسس اوف روتيشن ما بين الهيد دي والهيد دي. طبعا السوباينيتور طبعا عارفينها مين؟ البايسبس والسوباينيتور ماسل. البرونيشن في برونيتور تينس وبرونيتور كوادريتور ماسل. دول المين برونيتور والسوباينيتور ماسلز اللي موجودين بيشتغلوا على هذه الجان. دي السوبيريور والانفيريور ريجيو النار جان. نيجي للراديال للريست جوينت. الريست جوينت هبص الاقي الريست جوينت ات اللور اند اوف ذا راديوس واجي اللور اند اوف ذا ارنا وذا الستايلويد بروسيس بتاع الارنا والستايلويد بروسيس اوف ذا هبص الاقي الريست جوينت ما بين اللور اند اوف ذا راديوس وما بين الثلاثه بونز ده هم السكافويد واليونيت والتراك ويترال بون. يوجوالي مش مهم يعني تراك ويترال دي اليونيت ودي السكافويد ما بين التلاتة دول وما بين اللور اند اوف ذا ريتس. الارنا داز نوت شير. ليه؟ عشان في ديسك قلنا ان اهو ارتكولار ديسك فاصل الانفيريور ريديو ارنا جوينت وفاصل الارنا كومبليتلي من الريست جوينت. عشان كده الارنا داز نوت شير. ده بالنسبه لهذه الجوينت. الجوينت ده سينوفيال جوينت. سينوفيال جوينت في اربع ليجامنت. في انتيرور ليجامنت في بوستيرور ليجامنت في لاترال كولاترال ليجامنت وفي ميديال كولاترال ليجامنت. لاترال كولاترال وميديال كولاترال ولها انتيرور بوستيرور ليجامنت. الجوينت ده هي يحصل فيها فليكشن واكستنشن وادكشن وابدكشن. الفليكسور اللي انتوا عارفينه اللي يعملوا فليك اي مصل بتعدي من قدام فليكسور جوتورام سوبرفيشال فليكسور جوتورام بروفاندر فليكسور بولسز لونجا فليكسور كارباي رادياليس كل دول كلهم هيعدوا قدام فيعملوا فليكشن ليه الريس جوينت. الاكسنسورز عارفينهم كلهم اكسنسور جوتورا والاكسنسور انديسيف والاكسنسور فويس دونجاس كله بيعدي على الايه؟ والاكسنسور جوتورا من الماي والاكسنسور كارفاي ان كله بيعدوا ورا الجوينت عشان كده يعملوا اكستنشن اوف ذا جوينت. الابدكشن كل المسلز اللي ماسكه على الراديال سايد زي مين؟
الضرس والكربايه دي يعني. وبعدين البريكولا ديس مالهاش دعوه، لكن الفليكسور بوليسز لونج تعمل ابدكشن لانها ماشيه على الريديا سايد من الخلف ان هو الاكسنسور كارباي راديالس. عندي لونجس وعندي بريكولا ممكن يعملوا ابدكشن، الابدكتور بوليسز لونج تعمل ابدكشن، الفليكسور كارباي راديالس تعمل ابدكشن، اي مصل ماسكه على الريديال سايد تعمل ابدكشن. الادكتورز هما اتنين بس، الفليكسور كارباي الناليس والاكسنسور كارباي الناليس فقط. الادكشن الناليس، الادكشن راديالس سواء كان فليكسور كارباي راديالس اكسنسور كارباي راديالس ومعاهم الادكتور ومعاهم اي مصل معديه لاترالي. لكن ميديا الادكشن الناريس ادكشن ريديالس ده الموفمنت بتاعت الريس جوينت. الريس جوينت معرضه للانجري اكثر سبيشالي لو فول اون اول ستريتش هاند. فلو فول اون اول ستريتش هاند كل الفورس اوف امباكت على الارض ات ويل بي ترانسميتد بي للسكافويد واليونين. عشان كده في الاوستريتش هاند لو واحد وقع ممكن يحصل فراكشر للسكافويد او يحصل ديسلوكيشن لليونين، لان الفورس هتيجي اول ما تيجي عليهم هم وبعدين تتنقل للراديوس. الراديوس تنقل عن طريق انتروسيوس للالنا انتروسيوس ممبرين، الالنا تنقلها لليومرس واليومرس تنقلها لمين؟ للفرينويد كاب بتاع الاسكابيلا، والاسكابيلا تنقلها للكلابكل عن طريق كوراكو كلابيكولار ليجلي، والكلابكل تنقلها للستام. عشان كده الفول او سيتشن هاند اي عظمه من دول ممكن تتكسر، الاسكافويد ممكن تتكسر، الراديوس ممكن تتكسر، اباب الريس جوينت وبيسموه كولز فراكشر. وبص اللي عامل شكل السبون، شكل السبون سبون شيب او فورك شيب شوك ده فراكشر اوف ذا راديوس اباف ذا ريست جوينت، ويعمل لي فورك او سبون شيب لان البروكسيمال اند يحصل لها اكسنت مش مهم تفاصيل، لكن اعرف ان هنا في كولز فراكشر. ممكن يحصل فراكشر في اليومرس، ممكن يحصل فراكشر في الكلابيكل وهكذا. انتوا عارفين الترانسميشن بتاع الفورسز دي ولا اكتبها؟ ها؟ يعني هو الفورس بالظبط اول ما بتتنقل من هوا بتتنقل فورس او سيشن تاني سكافويد يونين تيجي موديها للراديوس، الراديوس عن طريق انتر اوسيوس تيجي من الالنا، الالنا توديها لليومرس، واليومرس توديها للسكابلا عن طريق الجلينويد كافيتي، والسكابلا توديها للكلابكل عن طريق كوراكو كلافيكولار ليجامنت ما بين الكوراتور بروسيس والكلاب. فاكرينه؟ كان تو بارس ومش تو بارس وسترونج ليجامنت ومش سترونج ليجامنت، وبعدين توديها للكلاب اللي توديها للاسترنال او الاكسيال اسكيل. عشان كده اصلا يحصل فراكشر كلاب، ممكن يحصل فراكشر تيومرز، ممكن يحصل فراكشر ارنر ايتيس كافويد اثناء الفول اون اوت ستريتشنج. دكتور طب في الكورس فراكشر ايش بيصير؟ ما يقدر يحرك الهاند؟ لا والله ما عايز افتح الموضوع، انا قلت اسمه خلاص يعني اللي شرحته ولا قلت ليه بيحصل اكستنشن هيحرك الهاند من حاجه، بس اللور اند بتاع الريدر ده بيبقى طالع لفوق كده اكستند، بيحصل له باكورد او اكستند، ف
فبص الاقي الايد بتاعتها كاركترستيك ايه؟ سبون شيك. مش عايز تفاصيل عشان التفاصيل اصلها مهمه، لان في واحد عكسه اسمه سميث فراكشن. مش دعوه الناس غلابة يعني، يا دوب ماشيين على قدنا. طيب من ضمن الحاجات برضه لازم تعرفوها الريشن بتاعت الريست جوينت. الريست جوينت ورا الريست جوينت في الاكسنسور ريتيناكتر، يعني ادي الايه الراديوس اهي، الباك بتاع الراديوس اهو، وادي الالنا اهي، وادي اللي ما بينهم. الاكسنسور ريتيناكتر مقسمه الباك بتاع الريست انتو 6 كومبارتمنت، يعني ادي الاكسنسور اهي الريتيناكلم اهي، عندك كومبارتمنت اهي، وعندك كومبارتمنت اهي، وعندك كومبارتمنت اهي، كومبارتمنت اهي، كومبارتمنت ست كومبارتمنت. الفيرست كومبارتمنت اهي موجوده على اللاترال سايد بتاع الريجل، وفيها اثنين بندل الابداكتور بوليسز لونجاس والاكستنسور بوليسز بريفيس. السكند كومباكت ايضا فيها اثنين بندل اكستنسور كارباي رادياليس لونجاس واكستنسور كارباي رادياليس بريفيس. السيت ده هو زي اس في واحد بس اللي هو الاكستنسور بوليسز لونجاس. الرابع في اربعه أو مش مهم، ده الإكسنسور إنديسيس والإكسنسور جيتورام الأربعة تنجم بتوعها. إكسنسور جيتورام نمرة خمسة موجودة على السبيس ما بين الريديوس والألما، وده الإكسنسور ديجيتاي مينيمال. إكسنسور ديجيتاي مينيمال وآخر واحد على الألما اللي هو الاكسنسور كارباي الماس. ده الاكسنسور ريتيناكلم اللي على الدورس المونتريست وفيها 6 كومبارتمنت، والكونتنت بتاعت كل كومبارتمنت هي اهميتها حاجه واحده بس. ممكن يقول لك واحد ماشي في الشارع عضه كلب، فالكلب عضه عافي على الايه؟ على اللاترال سايد مثلا بتاع الراديوس او اللور اند اوف ذا راديوس، انجري للمسلز اللي موجوده في الفيرست اكسنسور كومبارت. ويتش اوف ذا فولوينج مسلز كان بي انجر، ويجيب لك واحده من دولت وخمسه من دولت. دي الفكره كلها بس، ان ممكن يحصل انجري ويحدد لي الكومبارتمنت ويجي حاطط لي سؤال عليه على اساس ان انا يشوف عارف. طبعا ده سؤال كلام فاضي، بس ايه احتمال وجوده قائم. عشان كده برضه قلت ايه؟ قلت الاكسنسور ريتيناكرا والكومبارت بتاع الاكسنسور ريتيناكرا. الحاجات برضو اللي هي ايه لازم برضو نعرفها، انا عندي ده السايد اوت، السايد ده فيه زي ما انتوا عارفين كان ثلاثة كومبارت دي تحت كان هنا الفيمورال ارتري، وكان فيه الفيمورال فين،
can be until 8, February 8. كانت. كانت. وكان الشيش الأول 1.5 inch لكن الميديال 1/2 inch كان كده. السورس ميجور ماسل كانت داخله في الياكس داخلين التندون بتاعهم عشان يروح يعمل انسيرشن في مين؟ في ايه؟ لسر تو كانتر اوف ذا فيمر. وكان هنا هو فتح السافينس اوبننج. والسافينس اوبننج دي كان داخل فيها مين؟ الجريت سافينس فين؟ عشان يدخل ويدخل في مين؟ في الفيمورال. صح كده؟ وكان هنا في ايه؟ الواينال لينف نود فاكرينها؟ كان في الهوريزونتال جروب والفيرتيكال جروب سوبرفيشال الواينال لينف نود. وكان في لينف نود موجوده في في ايه؟ في الفيمورال كانال اللي هي لينف نود اوف كلوكي. كلوكي على وزن كله ايه؟ كله ايه؟ كله ايه؟ بامية صح؟ بامية صح؟ تعرفوا البامية؟ ان ده المنظر العام. نفترض هيجي لي يقول لي فيه ماس. ماس موجودة in the front of the upper part of side. ماس. هذه الماس ده هي ممكن تكون femoral hernia. ممكن تكون femoral hernia. لو هي femoral hernia هبص الاقي السيناريو. في مين؟ وسويلنج. النيك بتاعته بيلور. And lateral to the pubic tubercle gives the impulse on cough. يعني العين الكح تكبر. ده السيناريو بتاعه. في ميل و سويلنج gives the impulse on cough. When swelling lies below and lateral to the pubic tubercle. أول ما أسمع السيناريو ده يجي في دماغي على طول مين؟ الفيمورال. السيناريو التاني هيقول لي سويلنج وفي ميل برضه وفيلو أند لاترال ذا بيوبيك تيوباك وتيبس أو إنكريز مع الكاف. شايفها كام صفة؟ نفس الصفات تاني. انكريز مع الكاف ده انكريز مع الكاف كيف انبر. بلو ان لا تدور تبير ده بيك بير ان لا تدور تبير. ده في مين؟ ده في مين؟ بس هيقول لي حاجة هتخليني اشخصه على طول. ابص الاقي يقول لي الديس ابيرز يختفي. اونلاين فلان. وريز اللور ليج. لو العيان نام على ظهره ورفع رجله اللي فيها البتاع ده الاقي البتاع ده اختفى. اختفى تماما. شوف شوف وصلنا لغايه اول ما تشوف ده تقول ده ده هرمي. لا مش هرمي. لو قال لك الكلمه ده هي اختفى ده صفيت صفينس او صفنا داركس. صفنا باريكس عبارة عن ايه؟ ان الصمام اللي ما بين الجريس سافينس بين ده اهو والفيمورال بين بايظ. فبص الاقي الابر اند بتاع الجريس سافينس بين اتنفخ. وعملت لي ماس. والماس بلو اند لاترال ذا بيبي كيوبال. ولو كحيت الدم يزيد فيه فعشان كده بتنكريز مع الكفر.
تنجيز مع القهر. لكن ده دم، دم في فورين. الدوالي بتاعت حتى الدوالي دهية لو كسر رجلين، لو اللي عنده دوالي رجلين ضخمة جدا لو نام ورفع رجليه هتلاقي الدوالي راح اختفى. لأن الدم هيجي نازل رايح في الديب فين بتاع الجنرال سيتويشن خالص. هي دي برضه هيحصل لها نفس الحكاية. لو العيان نام ورفع رجليه ده سفنا بيركس راح. أو كمان ابص الاقي فيه بلوش ستريكس. بلوش ستريكس الموجوده في اللور ليم. بلوش ستريك يعني فيه دوالي. خطوط زرقاء. خطوط زرقاء دي اورده. لما الاقي خطوط زرقاء في الرجل كلها دي دوالي. لما يقول لي از اكومبانيد باي او يقول ان اكزامينشن اوف ليم ذير از بلوش ستريكس ان ذا سايد والليج. بلوش ستريك يعني فيه دوالي. يعني دي صفنا باركس مش هيلم. انتوا فاهمين حاجة؟ ايوه. فركزوا فيه. يا اما يقول لي فيه بلوش ستريكس يا اما يقول لي بتفضي اونلاين بفلات وارفع رجلين. دي صفنا باركس دي دوالي. لان الدوالي صفنا باركس تطلع من الصفنا اوبن. الصفنا اوبن لايت بلو اند لاترال. تو ذا مين؟ ده بيبقى ده كله اول بارت اوف ذا سايد. ادي اول ثاني ديفرنشال دياجنوز. يبقى عندي الماس هيرنيا وعرفت ايه الكلام اللي يقول ان دي هيرنيا. وصفينا باركس وعرفت ايه الكلام اللي يقول لي صفينا باركس. صفينا باركس لازم يقول لي يا اما بلوش ستريكس يا اما بتفضل. غير كده ما اعرفش زي الهيرنيا بالظبط. مش عرفني انا. طيب في واحد عنده مثلا جاب بون في الليج وانفكتد بون في الليج ولقيت فيه ماسز مثلا ثلاثة سويلي ان ذا انجوينال ريجن. اول ما الاقي ثلاثة يعني مش واحد اول ما تضرب دماغي لان المالتيبلستي كاركترستيك للليمف نود. مش معقول هلاقي هيرنيا فيبرال هيرنيا ثلاثه فيبرال هيرنيا. هيطلعوا منين دول؟ ولا ثلاثه صفينا بيركس هيطلعوا منين؟ ده هو صاحب بين واحد. انما لما الاقي مالتيبل اول ما تخبط دماغي في ليمف نود ويقول لي في وند في اللور بارت اوف ذا ليج وانفكتد على طول دي لينف نود. مالتيبل ايكوالز انجوينال لينف نود. سوبرفيشال انجوينال لينف نود. فالمالتيبلستي مالتيبل. كلمة مالتيبل ده هي كبيرة. ولما يقول لي في ووند ايه اللي جاب الووند ده؟ يعني اشمعنى جاب لي في الكسعة ووند يعني وانفكتد ووند؟ انفكتد ووند عشان الليمفاتيك افكشن وليمف نود افكشن. فده يبقى ايه؟ الليمف نودز. الحاجة الثالثة لو قال لي ماس في الابر بارت اوف ذا سايد والماس ده هي بلساتايل. تعرف يعني ايه بلساتايل؟ يعني جيفز بالس. بلساتايل وانا ببص ارقص مع البلس بتاع العيان دي بتنبض كمان وشايف البلس كان بيفل وكان بيسين. بلساتايل بلساتايل ماس في الابر بارت اوف ذا سايد في الفرونت اوف ذا سايد وبلساتايل وذ راديال بلس. بلساتايل مع راديال بلس يبقى ليجن فين؟ فيمورال ارتر. يبقى فيمورال ارتر ده انيوريزم. يعمل لي انيوريزم بالعمر. فيمورال ارتر انيوريزم. بلساتايل وذ بلس. لما الاقي ناس بلساتايل في الاول بارت اوف ذا سايد اشوف كده اورت كان فيمورال انيوريزم.
انوريزم. انتوا عارفين يعني ايه انوريزم؟ يعني الارض تقدر ما هو ماشي كده اهو يحصل له دايلاتيشن يعمل ماس اسمها انوريزم. خطيه خطوه في الباثولوجي اكيد في انواع انوريزم كتيره جدا. فده طالما برساتايل ومع البلس انوريزم اوف ذا فيمورال ارتري. في ساعات بقى يجي يقول في ماس موجوده في الابر بارت اوف ذا سايد والماس ده هي بارت منها بلو ذا انجوينال ليجمنت بارت منها اباف ذا انجوينال ليجمنت والبيشنت جيفز هيستوري اوف تي بي اوف الفيرتبرا اللمبر فيرتبرا. تي بي في اللمبر فيرتبرا يبقى في هيحصل خراج في اللمبر فيرتبرا والفراغ ده هيتنقل عن طريق الصوص شيز ويعمل لي ماس في البروين اباف اند بلو بينجوانا ليجا مع افكشن اوف لمبر فكبرا بالاي بي سواء كان سي تي سكان او ام ار اي او اي جد كسير الفرتبرا وتي بي اعرف ان الماس ده هي صوص ابسس. فدي الديفرنشال دايجنوست بتاعت ماس في الابر بارت اوف الصدر وكل واحده لها كلمه اول ما اسمعها على طول تغير الدايجنوزس على طول. كارسينوما هيحصل يعني اول ما الاقي ماس في البروين وكارسينوما في الدور اوف ذا انر كانال الاثنين في الدور على طول. ايه بقى؟ لان ايه اللي خلاه يجيب لي كارسينوما في الدور هاف بتاع الانر كانال؟ اللي عشان يعرفني او يعرف ان انا عارف ان الدور هاف بتاع الانر كانال از دريند تو السوبرفيشال انجوانا ليفنو بالميديال جروب. مش تعرفين كده؟ فحسب السيناريو، السيناريو هو اللي بيقول لي هو تشخيص ايه؟ لان هو الممتحن زي ما انتم خايفين هو الممتحن كمان خايف ان السؤال يطلع غلط. فبصت لاوس او الطالب يحتار. فبصت تلاقي بيحط علامات واضحه. بحيث ان يعني الطالب لو قال لا مش واضح السؤال هيبقى ايه مضرب. على طول. فالممتحن ده بص ده كلمات لازم يحطها عشان الطالب مش يقول لا السؤال مش واضح. فاهمين قصدي ايه؟ بتلاقي في شويه كلمات لازم تتحط غصب عني انا مش عايز احطهم عشان ما تعرفوش الاجابه لكن غصب عني زي كارسينوما اوف ذا لور هاف اوف ذا كده. ايه اللي جابه ده؟ اللي عشان يعرف ان السوينج موجود في الابر بارت اوف ذا سايد يبقى دليل في النوم. لان اللور هاف بتاع الانر كانال اللور هاف بتاع الفاجينا الانتيريور ابدومينال وول برود عن طريق الفاز الاكسنرجي بتاعي ما عدا التست طبعا كل ده كله از دريند انتو الميديال جروب بتاعت السوبرفيشال لينف نود او الهوريزونتال بتاع السوبرفيشال اللاترال جروب ده هي بتاع الهوريزونتال الدرينز الباك اللي هو ده ايه كريس والجلوتير يقول لك كارسينوما اوف ذا سكين اوف ذا جلوتير ريجن كارسينوما اوف ذا سكين اوف جلوتير ريجن او انفكشن او ابسس في الجلوتير ريجن هيبقى اللي افكتد الانجوان اللي في النوم اللي هي اللاترال جروب بتاعي الهورزونتال. لو قال لي سكراتش على اللاترال سايد اوف ذا ليج او لاترال سايد اوف ذا فوت لاترال سايد اوف ذا ليج لاترال سايد اوف ذا فوت وانفكتد بون ووتش اوف ذا فولوينج اول لينف نوت هيروح على مين؟ البوبيتيا لينف اللي موجوده في البوبيتيا الفصحى في البوبيتيا لينف نوت. البوبيتيا لينف نوت دي بتدرين اللاترال سايد اوف ذا ليج والفوت. فاول ما يقول لي جرح او سكراتش او انفكتد بوند على اللاترال سايد اوف ذا ليج اعرف ان هو هيقول لي لينف نوت وهي المرطوبه البيبليتيا اللي في النوم. لان مش معنى جاب اللاترال ده ما بقيت اللي بتاع عنده بقيت كله بيروح للفيرتيكال جروب ما عدا اللاترال سايد بتاع اللاترال سايد المفروض اول ما حطها بيروحها
the obedient live through. When obedient to a daily vertical roof that is superficial in wine and live through. You find it haggard? Amen. عارفين الجريس فينس بين ومن الجريس فينس بين بيبدا على الدورسال فينس ارش بيجي ماشي ان فرونت اوف ميديال مانولس على الميديال سايد اوف ذا ليج وعلى الباك اوف ذا ليج وبعد سنتي على الفرونت اوف ذا سايد ويجي داخل في السفنس كوبي وينتهي في الفيمورال وفي البرفريتورز او كوميونيكيتور ما بينهم وبين الدين بين موسى عن الانكل الدهات وعن الفقار الدهات وون هاند ابوف ذا نيل دول كوميونيكيت مع الديب فينز اوف ذا ليج قدام نورمال بيجي من السوبرفيشال يروح للديب فينز عشان كده في صمامات هذه الصمامات ده هي في اتجاه حيث تخلي الدم يجي من السوبرفيشال يروح للديب ويروح للانتيرو فينيكيت ويروح للقلب. البنز هي لو راحت ابص على الدم يرجع تاني ويملالي البنز ده ويعمل لي الباليكوز بينز اللي انتوا عارفينها. تمام كده؟ طيب جاء لي عيان كان راكب طياره من مصر ورايح اليابان او استراليا سوري يا جماعه استراليا وبعدين بعد الرحله اشترى من بين اشتكى من بين ان ذا قال قال لي سمنت الرجل او بلاش الكار ان ذا باك of the upper part of the leg. On examination, there is tenderness. Tenderness يعني لو ركيت عليها توجع. أول ما أعرف إن في واحد وهتلاقيه كبير في السن. هتلاقيه كبير في السن وسيتنج in an airplane for مثلا 16 hours. انا خدتها مره من مصر فعلا للصين مباشره بقيت عايز ارمي نفسي من الطياره من الملل فبعد ما نزلت بس ما لقيتش ده العيان ده نزل لقى بيت الكف كف سمنت رجلي بتوجعه اتكلت عليها في قلم اول ما اسمع سمنت رجلي بتوجعه وتندرس فيها لازم اشك شكا جازما وشكا واضحا في الديب بين الصمت يعني الديب بين اللي موجوده في القلب حصل لها صمت بس اتقفلت الديب دارك لوت واتقفل الديب بين الصمت دي كاركترستيك ليها ممكن يحصل مزاود بين ممكن دي بين الثرومبوز مزاود بين ومزاود تندا ومزاود اي حاجه لكن انا بديكم ما يقدرش هو بقى ايه في الكيس يقول ما فيش بين وما فيش تندا امال في ايه ففي الكيس لازم يقول الكلام ده
ان عيان وقعد فتره طويله وفي بين وتندرنس موجودين في القاعد بين تندرنس في القاعد ايت وانس ايت فينس وانس ولازم اخدها سيريس لان الديب فينس رومبس ده هي مميتة ممكن تموت لان هيحصل ان الثرومبس ده هي ديسلوج يعني ايه تتقطع ويبقى فيه ثرومبس اهي وتبقى فري مش ماسكه في النور وتيجي ماشيه مع الفين وهتروح اول محطه تقفلها مين؟ البالمونري فين وتعمل لي بالمونري امبوليزم وقابليني لو عديت منه نسبة النجاة منها 5% وعايزة واحد يكون في المستشفى وده البالون اسمه هو في المستشفى يتنقل قطع عمليات فوريرا ويتفتح فوريرا ويتشال سرومبا طبعا ده كله مش موجود ده على ما يروح المستشفى يكون بالسلامة عشان كده فيتا عشان كده الدايجنوز بتاعها should be برومت بسرعه وانرجيتك تريتمنت واعمل لها انفستيجيشن طبعا عشان اتاكد يعمل لها دوبلر الترا ساوند عشان يشوفوا البلاد فلو موجود في البيز دي ويحدد هل في دي تناسب ولا لا لكن انا بالنسبه هنا اهوت انا يهمني الناقد ده عشان برضه يقول لك ويتش اوف ذا فيرست فين تو بي افكت بالمونري فين وينشي مش عارف ايه بالمونري فين واحد قال له الدكتور قال له مش مهم ما مش مهم علاجك دي حاجه بسيطه غلط لان دي فيتا ممكن تعمل بالمونري امبوليزم اند سادن ديس اوف ذا بيشنت سادن ديس اوف ذا بيشنت طيب ده بالنسبه للايه الديب فينس ثرومبس والسوبرفيشال لو حصل البين ده اهو في فاريكوز فين ده وحصل له انفكشن بيسموها سوبرفيشال ثرومبوفلوبايت ابص الاقي فيه ريدنس وهوتنس وستريك على الفين كده اهو هوت ريد تندر وانا شايف بنفسي انما تاني ما عليهاش لا ممكن ملاقيش بقى لا تندرنس ولا ملاقيش بقى سيما ولا ريدنس ولا لكن دي ببص الاقيها ستريك خط along the vein وفيري بينفول وخط واحمر وارمه وبينفول دي سوبرفيشال ثرومبوفلوبايت خد ثرومبوفلوبايت يا باثولوجي؟ لا طيب دي سوبرفيشال ثرومبوفلوبايت يعني انفلاميشن للفينز سوبرفيشال ثرومبوفلوبايت دي انفلاميشن في الجريس سافينس فين انفلاميشن في الجريس سافينس فين وثرومبوزس في الجريس سافينس فين هذا الثرومبوزس على الجسم از نوت سيريس از نوت دينجرس لانه مش هيتحرك من مكانه عشان كده ما يخوفنيش ولا يخوفني شكرا ما استعملناش المره الجايه نستعمل بقى الايه